وفي جانب مهم من جوانب الاستقرار المجتمعي، اجتمع وجهاء وشيوخ قبائل العراق تحت خيمة واحدة لتأدية واجب العزاء لقبيلة البعيسة القيسية برحيل زعيمها في العراق والوطن العربي الشيخ كامل الدحل. واستذكر المعزون المواقف النبيلة والشجاعة للراحل وكرمه ونصرته للمظلومين، مؤكدين أنه خسارة كبيرة لا لقبيلته فحسب بل لكل العراقيين والقبائل العربية. المزيد مع عثمان الهيتي. من أقصى جنوب العراق إلى غربه، اجتمع شيوخ القبائل العراقية تحت خيمة واحدة لتعزي قبيلة البعيسة برحيل زعيمها الشيخ كامل الدحل أمير قبيلة البعيسة القيسية في العراق والوطن العربي الذي وافاه الأجل بعد صراع مع المرض. نحضر هذا اليوم مجلس عزاء المغفور له المرحوم كامل محمد دحل شيخ عشائر البعيسة القيسية، هذا رجل الكبير المعطاء الكريم الشجاع الذي حافظ على اللحمة العراقية لفترة كبيرة من الزمن من خلاله ومن خلال آبائه وأجداده وتواجده بين المهجرين الذي كان ضمن الرقعة الجغرافية اللي يقطن فيها بمنطقة بزيبز. هذه القامة العراقية الكبيرة التي شار لها بالبنان كانت لها مواقف كبيرة تجاه العراق والعراقيين، وهو محل اعتزاز وفخر لكل أبناء عشائر العراق الشرفاء. نسأل الله أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته. شخصية جمعت بين الشجاعة والكرم حتى دخل قلوب الجميع من أبناء العراق ليكون رحيله أشبه بفاجعة أسرت مشاعر الجميع من أبناء العراق، إذ كان خيمة تأوي في ظلها آلاف الأسر النازحة بعد أن تخلى عنهم الجميع. في هذا المصاب الجلل الذي أصاب قبيلتنا قبيلة البعيسة ومحافظة الأنبار عامة في فقدان المرحوم الأمير كامل محمد دحل شيخ قبيلة البعيسة القيسية، والشاهد على ذلك موقف فرد الشيخ الموقف العظيم أيام النزوح أيام التهجير لكافة محافظاتنا السنية، شهد له القاصي والداني في كل محافظات العراق والوطن العربي. نشكر السادة الشيوخ الذين توافدوا إلى مجلس عزاء المرحوم الشيخ كامل محمد دحل شيخ عموم قبائل البعيسة القيسية في العراق والوطن العربي، نشكر تحملهم عناء السفر وحضورهم مجلس عزاء من كافة محافظات العراق من جنوبه إلى شماله، وأيضا وردنا اتصالات من دول عربية وبالأخص سوريا والأردن. لم يكن الحزن على رحيل الشيخ كامل الدحل مقتصرا على مناطق العراق، بل وصلت أوجاعه بعض الأقطار العربية التي أقامت له مجالس عزاء شملت بلدان سوريا والأردن. هذا نقضي الزيانات منك تعوض النويل تياعين.